السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين محرز أمام فرصة جديدة للتتويج بالدوري أبطال أوروبا ليغ، أوروبا ليغ خاصة بالأوروبا ليغ، وين القانون اللي باغي للسعوديين راهم يجروا عليه، يمكن يعني يدخل لعاب، قلت لك لعاب نادي ولا زوج من السعوديه يشاركوا في الاوروبا ليغ في الدوري تاع ابطال اوروبا. وزيد فانيك وين اوروبا شويه راهي تتزعزع شويه بالاموال وكلش، غبنوهم غبنوه السعوديين شكاره غبنوهم على هذيك. نقولوا باللي يمكن يكون تكون شكاره يستقبلوا شكاره ايوا ويستقبلوا اللاعبين، يستقبلوا الانديه، هذوك يبدوا هذوك يستقبلوا الشكاره ويستقبلوا الانديه تاع السعوديه، يمكن هذه هي. وختم النجم الدولي الجزائري رياض محرز مسيرته الحافله مع نادي مع انديه انجليزيه السابقه مثل مانشستر يعني لايستر سيتي ومانشستر سيتي بالتتويج باللقب المنافسه دور ابطال اوروبا، ليكون ثاني لاعب جزائري يعانق اللقب الاوروبي بعد مواطنه رابح ماجر. ورغم انتقاله الى نادي الاهلي جده السعودي خلال سوق الانتقالات اللاعبين الصيفيه الحاليه، قد يلعب رياض محرز منافسه الدور ابطال اوروبا مجددا بنسختها الحديثه موسم 2024 2025. وسيلعب محارب الصحراء المنافسه تشامبيونز ليج مع نادي الاهلي جده السعودي في حال تحقق شرطان سيسمحان يعني للنجم محرز بامتاع الجماهير مجددا في منافسه الاعرق القاريه يعني الاعرق للقاره الاوروبيه. وبالنسبه للشرط الاول الذي من شانه ان يعيد في ناك الصحراء للمشاركة في المنافسة الأوروبية، يتحتم على رابطة كرة القدم السعودية إقناع الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بطل دورها في المنافسة الشامبيونز ليج. هي الشامبيونز ليج هي غادي تكون شكارة تاع دراهم، وعاد نهضروا الصح غادي يحطوا دراهم يعني غادي يخلصوا لونغاجمون يعني وتكون دراهم أيا ويشاركوا يدو نادي واحد لي كلاسي برومي يروح يلعب تشامبيونز ليغ، يدو نادي من الجزيرة العربية. شو الناس كيفاش يخدم الناس كيفاش يجيبو في اللعابة، هذي قضية بيلعبو كونتر كويت كويتي ولا بيلعبو كونتر سلطنة عمان ولا لا، مام هادوك فاني قادرين دراهم شكارة وكلش قادرين يفرعو شكارة ويخدمو. بصح يعني هما راهم يضربوا على هذه النقطة، النقطة هذه راهم يضربوا عليها هذه هي. وبالنسبة للشرط الأول من شأنه أن يعيد محرز للمشاركة في المنافسة الأوروبية، يتحتم على رابطة كرة القدم السعودية إقناع الاتحاد الأوروبي بالمشاركة يعني بالمشاركة بطل دورها في منافسة الشامبيونز ليج. وكشفت صاحبة ديلي سبور الإيطالية مباشرة مسؤولي كرة القدم السعودية لمفاوضاتهم مع مسؤولين الهيئة الاتحاد الأوروبي لقبول الأخير مشاركة نادي سعودي في نسخة يعني دور أبطال أوروبا 2024-2025. وفي حال نجحت رابطة الدور السعودي لكرة القدم في مساعيها وتم قبول طلبها من قبل الاتحاد الاوروبي، سيكون رياض محرز امام حتميه قياده ناديه الاهلي جده للتتويج باللقب الدوري الموسم الحالي. وخلاف للنظام معمول به حاليا والذي يضم 23 نادي اوروبي في الدور المجموعات، سيرتفع عدد الفرق الى 36 نادي في الدور ذاته خلال النسخه الجديده من منافسه دور ابطال اوروبا الموسم 2024-2025. اللي قادر يلعب والله لا قادر معه. ماشي غير هو باش ما نقولوش نكذبوا على روحنا، ماشي غير هو يعني كاين انديه فانيك اللي جابت لعابه، كاين انديه فانيك جابت لعابه شوبير محرز
الحاج ما غاديش يترشح، أولي يترشح ولا ما يترشحش ولا يا ودي شو لا شو لا تنجحوا كون ما يترشحش غادي تنجحوا؟ ها غادي سنا غادي تكمصاو والعام الجاي تكمصاو تتباكاو كي نساو صعيب شحال هماكم هماكم اودي هانتوما راكم حاسبين حاسبين غير هاكا ولا صعيب عليكم يا صعيب عليكم اولاد. شاهدنا فريق من صحيفة برازيلية تواجه رسالة إلى نيمار بعد انضمامه إلى الهلال السعودي، ونوجه التقارير الصحافة البرازيلية رسالة للمحترف الجديد في صفوف نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار بشأن مستقبله مع المنتخب بلاده البرازيل بعد انتقاله لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان الفريق الأزرق السعودي قد أعلن مساء يوم الثلاثاء الماضي عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي صاحب 31 عام قادم من باريس سان جيرمان بطل فرنسا وهو نيمار. ونقلت شبكة ار ام سي الفرنسية عن الصحف البرازيلية مطالبتها لنيمار بالاحتفاظ بمركزه في تشكيلة المنتخب البرازيلي على الرغم من انتقاله لنادي الهلال الذي سيلعب معه في مسابقة الدور السعودي للمحترفين. وأوضحت الشبكة الفرنسية أن مدرب المنتخب البرازيلي فيرناردو الذي يشغل مهام مؤقت سيكشف عن قائمة المنتخب التي ستخوض تصفيات مؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستخوض أيضا عدة مباريات ضد بوليفيا البيرو يوم 9 و13 سبتمبر على التوالي. ووفق للصحيفة البرازيلية يجب أن يحافظ نيمار بمكانة بارزة في قائمة المنتخب فهو مازال يعتبر لاعب كبير في البرازيل بجانب العديد من النجوم أبرزهم ماركينوس وفينيسيوس وجينيور وبرناو. وأوضحت الصحيفة البرازيلية أن نيمار يترقب وصول المدرب الجديد للمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بعد أن تم اتفاق على تسلمه دفة يعني القيادة التدريب في بطولة كوبا أمريكا 2024 حيث من المنتظر أن يكون النجم المنضم حديثا إلى الزعيم ضمن قائمة البرازيل للمشاركة في البطولة. مش سهل أخويا والله ما سهل اخويا ما هي سهله مشي سهله نورمال هو قادر يعني يكذب بالمستوى تاعو الفنيه تاعو ويلعب نورمال ومحرز ان شاء الله نتمنوا نشوفوا محرز يعني في احنا نقولوا باللي محرز صعب محرز راه كاين فيها كريستيانو وكاين بزاف لعابه فيها بنزيما فيها بزاف لعابه هذه هي راه كاين بزاف لعابه اللي قادرين يلعبوا قادرين يلعبوا يشاركوا فيها هذه هي اخويا الناس كاين بزاف غلط يقول لك لا لا تخافوش لا تخافون هذه هي شوف الناس راهم بزاف حنا كي نقولوا باللي محرز كاين بزاف ينتقد يقول لك كاين غير محرز حنا ما نجيو حنا نهضروا على محرز كاين بنزيما كاين كريستيانو كاين نيمار كاين بزاف لعابه كاين بزاف لعابه قادرين يلعبوا كاين بزاف على هذيك نقولوا باللي الاسماء كيما نقولوا حنايا كيفاش الاسماء تاع الانديه كاين واحد الربعه ولا غادي يضربوا الشامبيون غادي يضربوا ما غاديش نقولوا حنايا غير جده اللي غادي تلعب ولا اللي غادي لا كاين الاهلي باين ماشي ماهوش سهل هذه هي الاهلي باين ماهوش سهل النصف يعني كاين انديه سعوديه اللي غادي تضرب يمكن تروح تلعب تشامبيونز ليغ يشوفوا وما غادي يشوفوا هذه هي اللي غادي نشوفوها يعني نشوفوا انديه قادرين يلعبوا قادرين يشوفوا مع الاتحاد الاوروبي هذه هي خويا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.